والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. بعد ما تكلمنا عن الأسايمنت أوبريتورز وفيهم هيجي الكلام إن شاء الله بإذن الله عن اللوجيكال أوبريتورز، وأنا عارف إني سبق واتكلمت عن اللوجيكال أوبريتورز قبل كده، بس ده من باب إن إحنا نحاول نعيدها مرة تانية علشان زي هنحاول نفصلها بس عشان نفهم كل اوبريتور ماشي ازاي القصة فيه. وهنبدأ ان شاء الله باذن الكلام مع اللوجيكال اند اوبريتور. انا مبدرج اللوجيكال اند اوبريتور باستخدام الاثنين اند شيفت 8، وده بيقول لي انا لو عندي اثنين اكسبريشن، اكسبريشن واحد واكسبريشن اثنين، وما بينهم اللوجيكال اوبريتور اند، تمام، ده او اند يعني ده يا جماعة بيقول لي من الاخر كده اند returns true if both operands are true. يعني operands اللي هي الاكسبريشن الاولاني والاكسبريشن الثاني كانوا true ده هيطلع لي القيمه true، otherwise في اي حاله من الحالات الثانيه زي ان يكون او الاولاني false والثاني true، او الاولاني true والثاني false، او الاولاني false والثاني false، في الثلاث احوال دول هيطلع لي الناتج false. الحاله الوحيده اللي بيطلع الناتج فيها true انه يكون الاكسبريشن الاولاني true، يكون الاكسبريشن الثاني ترو. زي ما احنا كنا فاكرين ايام زمان خالص لما كنا بنقول مثلا تو انبوت اند جيت، لما يكون عندنا مثلا اند جيت فيها اثنين انبوتس مثلا اكس واي وليها اوتبوت واحد اللي هو الزد، الناتج بيكون بالاند كلها اصفار باستثناء الحاله الوحيده بس الاخيره هي اللي بتكون ترو، تمام، لان القيمه دي بتكون ترو والقيمه دي بتكون ترو، فالناتج بيكون عباره عن ترو، عشان كده سميناها معامل زي كانه بيقوم بعمليه الضرب يعني، بس هو اقرب انه يكون معامل ارتباط منطقي، لان الحاله ديت فولس والحاله ديت فولس فالناتج فولس، الحاله دي فولس مع ترو، ترو مع فولس فالناتج عباره عن فولس، فالثلاث حالات دول بيكون عباره عن فولس. طيب فينا نجرب كده القضيه ديت على جافا سكريبت. لو قلنا مثلا اني معرف متغيرين، واحد قيمته 5، واحد اكس ب 5 وواي ب 6، وبعدين قلت له استخدمت جمله الشرط اف، بقول له لما يكون الاكس اند واي، ده معناه اني لما يكون قيمه الاكس بترو ها وقيمه الواي بترو والاثنين يعني، وانا اقصد اني احاول اربطهم ببعض، فالقيمتين لو كانوا زي بعض طلع لي الناتج ترو، ولاني الاكس قيمته ب5 فهو ترو موجود، والواي قيمته ب6 فهو ترو لانه موجود، انت عارف ان الاكس ديت وجودها معناها انها اكس بتساوي ترو، فعلشان كده الناتج بيطلع لي ترو. في حاله اني مثلا مسحت الواي او مسحت الاكس فضيته، ومثلا رحت اعمل خليني اقول اخليها فولس بدل ما انا شغال كده الناتج بيكون عباره عن فولس مع ترو، يعني او هي الستة كانها قيمه فيها ترو، خليني اشيلها واكتب مكانها كلمه ترو تكون اسهل واوضح، تمام، يعني كده ده معناه ايه؟ معناها فولس مع ترو، الاكس دي قيمتها بفولس، فولس اند ترو بيديني الناتج بيكون عباره عن فولس. نفس السيناريو لو انا حبيت ابدل وخلي مثلا تحت فولس وفوق ترو اديني نفس الناتج بانها بتكون عباره عن فولس. هي تشتغل امتى؟ لما يكونوا القيمتين ترو في اول مثال احنا استخدمناه، فبالتالي هي تشتغل معايا ترو بشكل صحيح، او تشتغل وفي الحاله الثالثه لما يكونوا القيمتين فولس هتشتغل معاك كانها برضو فولس. ده بالنسبه للوجيكال اوبريتور اند. هو كان مديني شويه امثله تاني تحت لو حبينا بس نتامل فيها، بيقول لك كده ترو اند ترو بيريترن القيمه ترو، وترو اند فولس بيراجع ها بيريترن القيمه فولس، وفولس اند ترو بيريترن القيمه فولس، وفولس اند ثلاثه انت في الاكسبريشن بتقول له انت بتحاول تسال نفسك بتقول الثلاثه بتساوي قيمه الاربعه، طبعا الثلاثه مش بتساوي قيمه الاربعه، ده مش اساينمنت، انت بتحاول انت بتسال يعني فاهمني، لا هي فبالتالي القيمه ديت بتكون عباره عن فولس، ففولس اند فولس بيديني قيمه عباره عن فولس.
إيه مثلا كات ودوج، في الحاله بتاعتنا احنا الشرط هينفذ لي الناتج الفولس، فولس اند كات هيطلع لي فولس. يعني ده الغالب او ده الموضوع بتاع الاند. يعني في نقطة تانية عايزين قبل ما ننهي بيها الكلام، هو بيقول لك ان اساسا يا جماعة اللوجيكال اوبريتورز هي تايبيكالي بشكل اساسي بتشتغل مع البوليان فاليوز اللي هي القيم ترو او فولس. مثلا الاند والاور اوبريتور ريتيرن واحد من الاطراف. يعني بيقول لي لو انت كنت بتستخدم اند او اور فهم هيرجعوا لك حد من الاكسبريشنز يا دي يا دي، حلو كده، على حسب الاكسبريشن اللي انت بتستخدمه. لو انت استخدمتهم مع نون بوليان فاليوز، يعني لو انت ما كنتش مستخدم مع ترو وفورس، لا انت مستخدم مثلا مع ارقام، مستخدم مع نصوص الكلام ده، فبالتالي مش هيطلع لك بوليان فاليو، لا هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك الاكسبريشن نفسه. انت لو حاطط بتقارن ما بين نص ونص احتمال يطلع لك مثلا نص، بتقارن ما بين نص وكده، يعني ده الغالب فيها. فهم مش يعني القصد ان كل اللوجيكال اوبريتورز دولت ما بيشتغلوش جاست مع البوليان فاليوز، ممكن يشتغلوا مع مين؟ مع نان بوليان فاليوز، وفي الحاله ديت مش هيطلع لك، او في الحاله ديت ممكن وممكن يعني ممكن يطلع لك بوليان فاليو وممكن يطلع لك نان بوليان فاليو. يا رب اكون يعني افدت في الجانب ده. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.